السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاك دكتور عمر من برنامج الصيدلي، وحلقتنا النهاردة بتتكلم عن مواد غذائية مهمة للحصول على شعر أجمل. عناصر غذائية مهمة لتحسين جودة الشعر، أولها هو عنصر الزنك اللي هو يعتبر من المعادن الصغرى التريس مينرالز اللي جسمنا بيحتاجها بكميات قليلة جدا، وده من العناصر اللي بتعمل على تحفيز نمو البروتين وبالتالي تحسين من جودة الشعر. فلو انت عندك تساقط شعر ففي احتمال كبير جدا تكون بتعاني من نقص في معدن الزنك. ثانيا البيوتين. البيوتين ده نوع من انواع الفيتامين بي اللي برضو مهم جدا في نمو البروتين وبالتالي الحصول على شعر افضل. ثالثا الفيتامين بي 6، وده من الفيتامينات المهمة جدا للجسم، ومن ضمن فوائده انه مفيد جدا لتقوية الشعر، ومش بس الشعر كمان للجلد والاظافر، يعني هو بيحسن البشرة. فلو بتعاني من نقص فيتامين بي 6 فغالبا انت عندك مشكلة في الكولاجين والبروتين في الجسم. رابعا معدن النحاس. المعدن اللي ناقصه في الجسم بيؤدي الى تقصف الشعر او السبلت انز او التقصف الاطراف. خامسا معدن السيليكا، واحد برضه من المعادن الصغرى المهمه جدا للجسم واللي بيعمل على تقويه البشره والشعر والاظافر. واخيرا الكولاجين اللي هو مهم جدا للشعر لان الشعر في الاساس بيتكون منه. لو كنا بنعاني من تساقط الشعر الوراثي او الصلع الهرموني فكل الفيتامينات اللي سبق ذكرها دي مش هتكون مفيده جدا لينا. ليه؟ لان الجسم بيتم افراز حاجه اسمها الاندروجين. الاندرو ده نوع من الهرمونات بتمنع وصول الغذاء للشعرايه، وده بيمنع نمو الشعر. فلازم اولا نتناول حاجه توقف الانزيمات اللي بتؤدي الى افراز الاندروجين زي جذور نبات القراص او الستينجينج نتل. الجذور دي بتعمل على منع الانزيمات انزيم الالفا ريدكتيز انه يفرز الاندروجينز اللي بتساعد على الصلع الوراثي او تساقط الشعر. عجبكم المحتوى اللي انا بقدمه اتمنى تتابعوني على الاكونت بتاعي على الفيسبوك والانستجرام والفيسبوك والتيك توك، هتلاقوا اللينك بتاعهم تحت. كل تمنياتي لكم بالصحه والعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.